فصل جديد من المعاناة مع حلول فصل الصيف، فمنذ ما يزيد عن عام استبشر الناس بعودة التيار الكهربائي إلى عاصمة المحافظة والمناطق المجاورة عقب إصلاح منظومة الكهرباء التي طالتها عبث الميليشيات الإنقلابية جراء عدوانها على الضالع، لكن حلم الأهالي في عدد من المديريات سرعان ما تلاشى. نحن هنا للعام الثالث على التوالي نعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، مما وكذلك نعيش في ظلام دامس في ظل أجواء حارة ونحن مقبلين على صيف حار. مصطفى مالك محل إلكترونيات كغيره من أصحاب محلات ومواطنين كثر يشكو من انقطاع التيار الكهربائي الذي قال بأنه ضاعف من معاناته. ونطالب الجهات المختصة بأن يوصلوا لنا الكهرباء حيث أنها قد هي في منطقة سلاح ولم توصل إلى الفاخر وإلى قعطبة. تستمر معاناة المواطنين مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع دخول فصل صيف لاهب. دمت وجبن والحشا وقعطبة أربع مديريات بالإضافة إلى مناطق عدة غاب عنها الكهرباء منذ العدوان الحوثي على المحافظة. ونحن نطالب جميع المعتنين بالكهرباء ومن ضمنهم محافظة الضالع بإيصال الكهرباء. احنا داخلين على مرحلة الصيف الحر، داخلين على رمضان الكريم، نريد يعني كي نعيش مثل الآخرين كهرباء ظلام دامس، نريد المروحة، نريد المكيفات. يظل انقطاع التيار الكهربائي هم مرافق لحياة الأهالي، لكنه استاد تزامنا مع قرب حلول الشهر الكريم.